خير يا شويش، في ايه؟ ممنوع يا فندم. بس انا ساكن هنا برضه. ممنوع. ممنوع يعني ايه يا مراد؟ يعني هنا في الشارع؟ استني يا ناهد. تسمح تقول لي هنروح ازاي؟ دكتور مراد مساء الخير. مساء النور. لا مؤاخذة، اتفضل. في حاجة حصلت؟ إجراءات أمن بسيطة، ولد هربان بندور عليه في المنطقة. والولد ده خطير الدرجة دي؟ مش يلا يا مراد بقى. حاضر، تصبح على خير، ربنا يوفقكم. ميرسي يا فندم. اسبقيني، أنا هجرج العربية. كلام فارغ، أنا عايزيني أبات في الشارع، كل ده عشان عيل. عيني. ايه مالك؟ مالك؟ انت مين؟ انا العيل اللي بدوروا عليه، وما كانش قدامي غير هنا استخبى فيه لغاية ما يمشوا. وين ما مشوش؟ هفضل هنا لحد ما اشوف طريقة اخرج بيها. اما بيجي صحيح اطلب البوليس يا مراد. اسمع يا نهار اسود، ما تطلبش البوليس يا بيه. انا ارجوك بلاش البوليس. يا نهار اسود، البيت فيه اطفال، ولو صحي وشافوا المنظر ده هيتخضوا. افضل نتفاهم بالراحه، انا مش هطلب البوليس. شيل المسدس ده. خليك عندك وكلمني. قلنا نتفاهم بالعقل، ما تخافش مني. انا مش خايف. طب فهمني، ماسك جنبك كده ليه؟ وانت مالك؟ المغص الكلوي هيموتني. طبعا انا هديك حقنه مسكنه هتريحك. ما خدش حقن. بلاش يا ابني، انا دكتور، والحقنه اللي هديها لك مخدر خفيف هيسكن لك الالم. قلت ما خدش حقن، انت عايز تبنجني. طب هات هنا دور سنه بلجين. الله ما طولك يا روح. حاضر. اسمك ايه؟ وهربان من ايه؟ وربنا المعبود، وربنا المعبود. مظلوم يا بيه، مظلوم قوي. انا كنت بدافع عن نفسي. وما لقيتش غير هنا. اتفضل اطلعي انت شوفي الولاد. وهسيبك لوحدك مع ده؟ ما تخافيش، اطلعي انت. ربنا يفوت الادي على خير. اوف. شوف يا ابني، وجودك عندي هيسبب ازعاج لاولادي، ثم دي مسؤوليه كبيره عليا. انت لازم تشوف لك طريقه تخرج بيها من هنا، لانك لو ما خرجتش ابدا اتسطر عليك. ما اقدرش اخرج من هنا قبل البوليس ما يمشي. والحل؟ الو. ايوه انا مراد. المريض بتاع اوضه 34 تعبان قوي يا دكتور، وعايز حضرتك. اديله مورفين وجهزه اوضه العمليات الصبح 7 صباحا. مع السلامه مراد.